السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يا رب أوقاتكم بكل خير. طبعا قررنا نسافر لأول مرة ونطلع خارج الولاية، فقلنا نتجهز بشكل دقيق جدا. هالمرة بنسوي خربطة طيشن حسب طلبكم في آخر الكومنتات، يا رب يعجبكم. قبل هذا كله بنروح الحين عشان أوريكم كيف استعدينا لهذه السفرة. طبعا عندنا قائمة اسمها تشيك ليست، اللي هي قائمة تدقيق، هذه أنصحكم فيها إذا جيتوا تسافرون تسووا كذا، تكتبوا أهم الأشياء عشان ما تنسونها. طبعا وهذه حالتنا، نبغى نحط فيها الملابس عشان نسافر او نستعد الصباح. الحلوين استلموها كذا. وش اللي مياو قطوة انت؟ يلا. هو بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. شوفوا مع فعل الامطار راح، راح الصديق. والآنسة منشن. هذا المكان اللي بنتخلى اسمه فاميلي دولار. وبسم الله. طبعا هذا المكان مكروه للاسواق، هذا المكان زي اللي عندنا كل شيء بريالين، لكن هذا مواد غذائيه، ملابس، لكن كل شيء بدولار هنا، يعني كل شيء باربع ريال، فهذا المكان مره كويس اذا كان عندك بزران، يعني حلويات، ما حلويات، شبسات، من هالامور، هنا تغطي. انا بعطيكم مثال، هذا بدولار. لكن لو تروح اي بقاله ولا تروح اي سوبر ماركت يقول لك بثلاثة دولار على طول. هنا في امريكا ترى ما عندهم رقابه في الاسعار، افتح محل وبع، ربحت ربحت، خسرت خسرت، ما همهم، اهم شيء التاكس اللي هي الضريبه توصلهم نهايه السنه. يا رب دخيلك فشفاش بالجبن والعسل يا رب. في هذا الدولار وخلصنا على السريع، وهذه اغراضنا عشان السفر. طبعا حكون معاكم باذن الله انا والعصابه في سلسله فلوقات لسفره مره روعه، واخيرا اخيرا سافرت فعلا باذن الله تعجبكم، ونشوف بكره ان شاء الله. وبسم الله. قاعد خلنا اشوف العيال وش مهببين. سوون حول ما جهزتوا الشنط؟ لا. طيب حبيت اطمن المعجبين ان كدينا كشته الحمد لله ورجعت كما هي. ايه الحمد لله بدا يعطيني وجه على فكره. اي وش فيك متفاجئ كذا؟ سوي كذا. ورجعنا لكم باخر خربطه طيشن. آخر روتيشن حيكون على حسب طلبكم في الكومنتات. انتوا طلبتوا شوربة بروكلي. شوربة البروكلي بالدجاج. لازم تجربوها، مرة طعمها حلو. حتى لو مكوناتها بس أشياء بسيطة يمديك تلاقيها في البيت. بالبيت. كنا دي أي واي. وتراها تخلص بسرعة، يعني بس تحط أشياء في الجهاز. كذا تريك خلص. فخلينا نبدأ. وخلوا أفكاركم سعيدة زي. بس مهم، كل اللي نبغاه هو بروكلي، ثوم، بصل، دجاج، واصبعي، وش هذا؟ دقيق. ودقيق. فأول شيء تاخذوا لحمة وتاكلوا هذا. تاخذ الأويل وتحطوه بالقدر. مش تقول مياو؟ ويلا نروح الفرن عشان نبدأ الطبخة. نحط الزيت. بنحط النار على 7. نحط زيت. وجعني. اوكي اتوقع على كم؟ تقريبا ملعقتين زيت. فاول شيء حنبدا فيه اللي هو حناخذ البروكلي ونكبه في القدر. بعد ما نبدا البروكلي حنحطه في الصحن مره ثانيه. ما يتحمر. الحين حننتظر الى ما يتحمر. على بال ما نبدا نسوي البروكلي انا باخذ الثوم والبصل نطحن.
بس هالمرة ما بنحرقها زي ما هو سوينا. يلا أول شيء نحط الثوم، بعدها نحط البصل، ما أبي كيف نحط البصل كذا. والحين حرجعها في الصحن. Let's go. يمين. خلصنا. ودحين بنحط نص اصبع زبدة. او اصبعي. والدجاج والبصل والثوم. Let's go. ليجو. فأول شيء حنذوب الزبدة بنحطها. بنذوب البصل حنحط. أو بنذوب البصل. أول ما يذوب الزبدة حنحط فوقها البصل والثوم. بعد ما حمر البصل الحين بنحط الدجاج. بسمنا. الحين بنحط 4 كاسات حليب. بنقلبها لين ما تصير ثقيلة. عزوز عليك بهارات. فلفل اسود، ملح، يبقى نماجي. فلفل الاسود. فلفل الاسود. يس. كثير ملعقة عزوز. يس. هذه اكثر شربة مفضلة عندي، يعني يمديني اكلها كل يوم فطور عشاء غدا. ودحين انا بحط ماجي. ونسينا اهم شيء ملح. لا انا عدت الملح. اوكي يلا بدات الشربة تصير ثقيلة. اول ما تفور حنحط فوقها البروكلي وننتظر. طبعا انا بسوي توست محمر، فاخذت التوست وحطيت عليه ودهنت عليه ثومية وحطيت عليها بهارات ايطالية. وبهذا الوقت الحين بحط البروكلي في الشغل. Let's go. Yummy. You can see it. Drummy. الشربة تخلص بس انا مرة جوعانة ابغى اكلها مرة. ريحة شفتها. ريحة تجنن. مات الاخ. طبعا هذا اسرع خربطيشن مالح. لا تقولوا البابا وجوجو ان احنا سوينا هذا الشيء. وكذا نكون خلصنا مخربطيشن اليوم، بناكله بعدين حنروح نجهز للسفر. تابعوا الفلوقات الجايه عشان تشوفوا سفراتنا. وفي نهايه هذا الفيديو اتمنى تستمتعوا معنا، لا تنسوا من اللايك وشير وسبسكرايب. واهم شيء سبسكرايب. خلصتكم سعيده. باي. ابشركم الكشة رجعت، ما عاد صار في ستريت. لو ايش ما تسوي لسه بتصير زي كذا. 2 1 It's your boy come back at you my boys and today we're gonna not too much. Okay. افكارك خربانة. هستنى ريبلاي. كيف ما تنفتح؟ طيب اصبري.